كانت عن صرف هذه الأموال وذهابها في الفترة السابقة. لم تحقق في ذلك؟ لا أتهم أحدا، ليست بين يدي أدلة ملموسة، ولا أستطيع أن أدخل في هذا المجال إلا معي يعني أشياء متماسكة. على الأقل نحن هنا يعني هذا مثل فقط أضربه لك على الفساد الذي كان ساريا. يبدو أن حديثنا لن يخلو من الفساد على ما يبدو. الحديث سيتطرق في الشق القادم حول الثقافة، كيف يكون الفساد في الثقافة؟ بالتبعية عقول العالم العربي قد فسدت، على الأقل هكذا قيل، لأن لماذا؟ السياسة قد لماذا؟ فسدت. لماذا؟ كيف أنت لو فكرت منطقيا، هل درست منطق في المدرسة؟ طيب اسمح لي أنا أسألك سؤال، هل درست منطق في المدرسة؟ سأجيبك على سؤالي إن كنت درست المنطق وأنت تجيبني على هل الفساد وصل إلى هذا المدى؟ سنجيب على هذا السؤال ولكن بعد الفاصل، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم، أعود إلى سؤالك دكتور عبد الله، هل درست منطق وكان سؤالي لك عن الفساد في الثقافة؟ أنا لم أدرس المنطق، ولماذا سألتني هذا السؤال؟ أنا سألت السؤال لأننا كنا نحن في الثانوية العامة ثم في الجامعة كنا ندرس منطق، وكانت مادة مقررة علينا. ميزة المنطق أنك يعني تستطيع أن تتحكم في دراسة الظواهر بحيث تخضعها منطق الصح والصواب والخطأ، وتستطيع أن تعرف لماذا ظهرت هذه الظاهرة، يعني ظاهرة تخلف الثقافة التي سألت عنها، ما سببها؟ السبب أننا يجب أن نفهم أولا ما هي الثقافة. الثقافة هي محصلة تراكمية خلال 20 سنة مثلا لما يتلقاه الفرد في مدرسته وفي التعليم وفي الأسرة وفي الإعلام من حوله وفي بيئته، هذه هي يعني محصلة الثقافة. ماذا كان يتلقى الطالب من التعليم في 30 سنة الماضية بدون يعني أدنى مواربة وبصراحة؟ الآن اكتشفوا، مع الأسف اكتشف المفكرون في مصر وخارج مصر، أن التعليم ضعيف وأن التعليم يعني متواضع جدا، ليس تعليما يستطيع أن يزاحم به باقي الدول. طيب لماذا كنتم منذ 30 سنة؟ هذا ليس الآن، هذا الكلام حدث من أكثر من 30 سنة، والأمر مستمر منذ ذلك الوقت إلى حدث نتيجة تراكمية. الآن لا نجد صفا ثانيا في أي مجال ثقافي، غياب هاي بسبب ضعف التعليم منذ أكثر من 30 سنة. الآن الشاب الصغير عمره 17 18 20 سنة تعطى له خلطة مسمومة ويقال له هذا هو الدين، فيقتنع فيذبح الآخر ويقول الله أكبر، بينما لم يعرف قيمة معنى الله أكبر. هو لم يعرف معنى الله أكبر تعني المحبة، تعني قبول الآخر، تعني يعني السلام، تعني المحاورة. هو إذن هل أنت تدعو إلى الاهتمام بالتعليم حتى لا يخرج هذا؟ هل هذا كل هدف تغيير التعليم حتى لا يخرج من يذبح؟ لا أنا قصدي أن نعيد مرة أخرى الاهتمام والتركيز على إصلاح التعليم. والمشكلة أننا في الدول المتخلفة دائما عقولنا مرتبطة بالنتائج السريعة الآلية، تدخل السوبر ماركت تشتري الشيء وتخرج تخلص منه، إنما لا نصبر للنتائج التي تحدث بعد 15-20 سنة، هي نتائج تراكمية. نحن لما نبدأ الخطوة من الآن لن ننتظر نتيجة إلا بعد 15 سنة. طيب فيجب أن نبدأ. من له القدرة على اتخاذ هذا القرار ولماذا لا يتخذ هذا القرار؟ رأس الدولة في كل الدول العربية. أنا أطالب القيادات الأولى في الدول العربية بأن تضع، إذا أرادت أن تعالج مشكلاتها الحالية، أن تضع التعليم في أولوية مقدساتها التي لا يمكن أن تتنازل عنها. سؤال آخر ارتبط بذلك، ما الذي أخر أن يتخذ صانع القرار أو رأس الدولة أو الرجل رقم واحد أيا كانت هذه الدولة، ما الذي أخره
هل هو في الأساس مؤهل لأن يتخذ هذا القرار؟ هل هو مؤهل لأن يعي أهمية التعليم هو في أولا الوطن العربي؟ مؤهل لأن يعي ومؤهل لأن يتخذ هذا القرار، لكن لماذا؟ هذه قضية شائكة سياسية، لو تحدثت فيها قد أسجن، فأنا لن أستطيع تحدث فيها ولن أتكلم فيها. قضية مشكلات كثيرة. وهل تتصور أنه أنا سأترك حضرتك الأمر يعدي ذلك، أنه حضرتك بتقول لي أنه لو تحدثت ستسجن؟ وأنا دوري أنه أخرج منك الإجابة. لا لن أستطيع أن أجيب لك لماذا. لماذا فكر فيها وتعرفها بنفسك بدون ما أقول لك لماذا. إحنا دول متخلفة كما قلت، إحنا الوطن العربي بغض النظر عن ما عندنا. السبب في تخلف الوطن العربي؟ طبعا إحنا بغض النظر عن ما عندنا من كباري ومن مولات ومن القضية، التخلف في العقل، تخلف في بنيان الإنسان. من السبب في هذا التخلف؟ لم نصحح بنيان الإنسان، بنيان العقل الإنسان. من المسؤول عن اتخاذ القرار؟ رأس الدولة. ولماذا تأخر؟ تسأله، لا تسألني أنا. هل هذه أحد الإجابات التي قد تسجن صاحبها؟ لا، مو هذه، من هذه تهرب الإجابة. الحقيقة أنا أعرفها، لكن أقول لك اسأله هو لكي يجيب. أنا لا أستطيع الإجابة في هذا الموضوع. يعني الذي يعني جعل القيادات في الوطن العربي لا تهتم بالتعليم. أعود لسؤالي الآخر، وأنت دفعت وتحدثت مباشرة، قلت لك أن الحاكم مؤهل، لم تتأخر في التفكير وقلت أنه نعم مؤهل. وحين سألتك لماذا قلت لي عليك أن تعود إلى الحاكم وتسأله. صحيح. وأنت تعلم أنني لن أستطيع أن أسأله. وكذلك أنا أستطيع الإجابة. سأتحول معك إلى قضية التعليم. نعم. سأفترض حسن النية في نعم. من يحكم الوطن العربي طبعا. في هذا الفرق طبعا. سنفترض ذلك. نعم. في تقييمك كيف تعالج هذه القضية بشكل عاجل؟ يعني كما نسمع وكما تعلمنا وكما تربينا أن الخطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل. التعليم كما علمنا من المواضيع التي تحتاج إلى خطط طويلة الأجل، ولكنها تحتاج أيضا إلى خطط قصيرة الأجل. كيف نبدأ وتتصور إلى ماذا سننتهي إذا بدأنا بداية صحيحة؟ وهل هي بداية فردية أم بداية جماعية بين الدول العربية، أم بداية فردية لكل دولة على حد؟ طبعا تعلم أن لكل دولة استقلاليتها ويعني وضعها السيادي الخاص، فنحن لا نستطيع أن نعمم أو لكن نطلب من القيادات السياسية عندما تضع التعليم في أولوياتها ستبدأ بالعلاج. والعلاج في رأيي لو صدر من قلوب مخلصة سوف يتجه إلى النتيجة الصحيحة. العلاج من متخصصين في قضية التعليم. التعليم عملية منظومة متشابكة وليست جانبا واحدا، كل عنصر من هذه المنظومة يحتاج إلى علاج خاص. هذه المنظومة علاجها طبعا مكلف ماليا جدا، يعني استثمارات في إصلاح التعليم في أي دولة من أكبر الاستثمارات التي ينفق عليها. ولذلك كثير من الدول التي ظهرت الآن على أصبحت في وضع الدول المتقدمة ككوريا وماليزيا وسنغافورة وغيرها، هذه الدول أغفلت كثيرا من الأمور غير المهمة وركزت على التعليم والصحة والأمن فقط في حياتها. باقي الأمور أجلتها إلى أن يعني تحقق الأهداف من هذه الميادين الثلاثة. فالتعليم يجب أن يراعى فيه أنه سيكلف مبالغ طائلة أولا، ثم يبدأ منذ البداية، يعني من المراحل الأولى للفصول الدراسية الأولى. أولا قضية مثلا أنت طبعا إحنا في مصر، يعني نأخذ مثلا في مصر، مصر تعاني من مشكلة رئيسية وهي ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول. هذه تحتاج إلى أن تبني مدارس كثيرة جدا لكي تستوعب هذه الأعداد وتقل الكثافة. الأمر الثاني، المدرس عندكم لا يعد إعدادا حسنا، يعد إعدادا قاصرا ضعيفا. وهذا أنا أكلمك لماذا، لأني أنا عشت في مصر فترة طويلة جدا، بالإضافة إلى أن أنا في دول الخليج معظم مدرسينا من مصر،
فإحنا نعرف العيوب هنا وهنا يعني على اتصال فيه مباشر. فالمدرس لا يعد إعداده الحسنة، المدرس في الستينات وفي الخمسينات كان يختلف إعداده عن المدرس الآن. المدرس الآن يوكل إعداده إلى كليات التربية، وهذا خطأ. يعني يقولون فسدت التربية من ساعة ظهور كليات التربية، لأن استخدامها، أنا لا أعني خطأ أو عيبا في كليات التربية نفسها أو في أساتذة كليات التربية، ليس هذا قصدي، وإنما قصدي أن استخدام كليات التربية وأساتذة التربية استخداما خاطئا. كليات التربية يجب أن تكون هي تعطي خبرات بعد أن ينهي الأستاذ تخصصه العلمي. ما يحدث الآن أن الطالب يدخل في كلية التربية بعد الثانوية العامة يأخذ 45% أو 55% من تخصصه العلمي، جغرافيا، رياضيات، إنجليزي، كذا، ثم 45% مواد تربوية، فيظهر المدرس ضعيف من الناحية العلمية، ضعيف علميا، فينقل هذا الضعف إلى طلابه. وهذا منذ 30 سنة، منذ الآن، منذ 30 سنة هذا الكلام. فظهر الضعف الآن، تورونه على الضعف. طبعا هذا الضعف انتقل وصل إلى الجامعات، يعني هؤلاء الضعاف الذين تخرجوا من 30 سنة قدموا دراسات وصاروا أساتذة، ثم دخلوا الجامعة وسيطروا على الجامعات، وأصبحت الجامعات الآن الأستاذ الجامعي الذي يدرس الآن لا يساوي ضعف، قصدي نصف الأستاذ الذي يدرس في الستينات. الأستاذ يدرس في الستينات يختلف مستوى العلمي، كان أعظم من هذا. قرأ أنه لو حضرتك توليت الرأس الأول، الرجل الأول في أي دولة تختارها بشكل تخيلي في العالم العربي، وأردت أن تحسن التعليم، ما هو أول قرار ترى أنه يجب اتخاذه أولا؟ أولا زيادة السنوات في كليات التربية إلى 6 سنوات، بحيث أنه يأخذ 4 سنوات الأولى تخصص العلمي وسنتين مواد تربوية أو سنة. تأهيل المدرس. ها؟ تأهيل المدرس. تأهيل المدرس. الأمر الثاني رفع مستوى المدرس المعيشي. أساسي جدا. المستوى المعيشي ضروري جدا. يعني رئيس سنغافورة كاتب في مذكراته وأنه التفت إلى المدرسين لما أراد أن يخرج سنغافورة من مشكلاتها. مشكلاتها كانت عويصة جدا، أكثر مشكلاتنا في الوطن العربي. كان مشكلات كان يقال لها أنها لن تعالج، هذه أمة منعدمة انتهت خلاص. كل شيء فيها كان فيه فساد، القضاء والشرطة والحكومة والوزراء، مناصب الوزارة كانت تباع وتشترى، القضاء كان يباع ويشترى، الشرطة كانت تتعاون مع العصابات لسرقة الأطفال الصغار والمتاجرة فيهم يعني. فكان في فساد مستشري. فقال التفت، أول ما التفت إلى المدرسين وقلت لهم سوف أرفع من مستواكم المادي على أن تخلقوا لي المواطن الصالح، وأنا في نفس الوقت أخلق لكم الدولة. فهو المدرس يجب أن ترفع من شأنه، يجب أن ترفع من شأنه، وذلك بأن ترفع من دخل المادي بحيث لا يحتاج إلى دروس الخصوصية. يعني ما يأخذ المدرس الآن. هذه النصيحة توجه لمصر؟ لكل الدول العربية بالأسف. ولماذا الدول التي تمتلك المال لم تلتفت إلى ذلك؟ لا، عملوا في الكويت، رفع رواتب للمدرسين. المدرسين الآن من أعلى الرواتب، لكنه رفع غير مدروس مع الأسف. طب رفعا جزافيا. اسمح لي أن أتحدث عن هذه الجزئية مرتبطة بالمعلم. في دول تمتلك المال، دول تقرض من يقود العالم، ولا تستطيع أن تقرض معلميها حتى يستطيعوا أن ينهضوا بالعملية التعليمية. سنجيب على هذا الشق بعد هذا الفصل، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بحضراتكم. دكتور عبد الله، توقفنا قبل الفاصل عن لماذا تبخل الدول التي تمتلك المال عن رفع شأن المعلم فيها، وبالتبعية رفع شأن التعليم، لأنك تحدثت أن المعلم هو أساس رفعة التعليم في الوطن العربي. هذا سؤالي. في بعض الدول العربية رفعت من شأن المعلم، لكنه رفع اعتباطي، ليس رفعا يقوم على دراسات أو على من يستحق أو ممنهج علميا مع الأسف، فقط لإرضاء يعني قطاع المعلمين
لهم يعني